واليوم بده يطلع أول مجموعة لأربع نقاط في مداخل عنتاب، طريق كلس، طريق أدنى، طريق أورفا وطريق نزب. كل مجموعة مؤلفة من طبيبين، ممرض وكوادر صحية، وفي شباب متطوعين طلاب جامعات معنا. إن شاء الله سنقوم بهذه النقاط الأربعة بالمسح عن الكورونا. نتيجة هالمسح إن شاء الله سنساعد زملائنا الأطباء الأتراك إنه نقلل من انتشار مرض الكورونا.